مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى في هذا الفيديو إن شاء الله حول الإبداع على بركة الله. مشاهدينا كما أخبرتكم البارحة، إذا لصنع إطار البارتشي أو البارتشيز وخلفه الضامة أقوم بعدة مراحل، منها الفصالة بمنشار تلسين متعدد الوظائف والملاقى اللوحات الخشبية للحصول على إطار مربع ذات قياس في كل ضلع من الأضلاع 34 سنتيمتر، فبعد الملاقى الاتلاء بالسباق فلاش فقاعات ثم جمع الإطار كليا. ولنتعرف على بارتشي، لعبة ولدت في الهند واستوطنت شمال المغرب، يجتمع العشرات على مقربة من القصر الملكي بديتوان في مجموعات مقاهي شعبية تعرف لدى الساكنة باسم مقهى الطائرة، التي لا تقدم سوى الشاي والقهوة السوداء في كأس كبير الحجم. يعتكفون مثنى أو ربع على طاولات صغيرة وضعت عليها ركع ذات أربعة ألوان، تعتبر ميدان اللعب في لعبة بارتشي. تستمر الجلسة في لعبة واحدة في بعض الأحيان زهاء الساعتين أو يزيد، كلها تركيز وحسابات وضربات حظ تتعالى خلالها صيحات الفرح طارة والغضب وفاة تفاعل مع مجريات اللعب. بالنسبة لهذه اللعبة أصول هندية، يحكى أن لعبة البارتشي أو البارتشيز ظهرت لأول مرة في قصر الإمبراطور المغولي جلال الدين الأكبر في القرن الخامس عشر في الهند، وقيل أن كان يتربع على عرشه متوسطا ركعة اللعب التي تتشكل منها حديقة القصر، وكان التنافس يجري بين الفتيات والجواري اللواتي يتحركن داخل الرقعة على غرار حركة الأقراص في اللعبة الحالية. وتعتبر لعبة البارتشي اليوم لعبة شعبية في إسبانيا وشمال المغرب، وتلعب بنرد ذو ستة أوجه وأربعة أقراص لكل لاعب، يتنافس خلالها لاعبين أو أربعة لاعبين، كما يمكن أن يلعب كل لاعبين متقابلين في فريق واحد. وفي بعض الألواح الحديثة يصل عدد المتنافسين إلى ستة أو ثمانية، غير أنها قليلة الاستعمال. يتنافس لاعبو البارتشي على إيصال أقراص الأربعة إلى الخانة النهائية في دورة كاملة حول الرقعة انطلاقا من خانة البداية التي تسمى الدار، ويحاول كل لاعب عرقلة حصار منافسيه عبر الالتهام بإرجاع أحد الأقراص إلى نقطة البداية أو صناعة السدود لمنع مرور من يأتي خلفه، عبر وضع كرسيين اثنين من نفس اللون في خانة واحدة أو كرسيين من لونين مختلفين في إحدى الخانات، علما أن الخانات المؤمنة التي تحميك من القتل هي الخانات الملونة توسطها دائرة بيضاء. تلعب البارتشي على رقعة خاصة ومعروفة يختلف شكلها نسبيا من مكان إلى آخر، ويستعمل فيها نرد واحد لجميع اللاعبين يرمى داخل أسطوانة يسميها أهل شمال المغرب بالبرميل، ويحتوي أرقاما من واحد إلى ستة، وتلعب بأقراص من أربعة ألوان وهي الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق. وفي حالة تنافس أربعة لاعبين يلعب كل واحد منهم بلون واحد، أما في حالة تنافس لاعبين فقط فتختلف من مكان إلى آخر، حيث يمكن أن يلعب كل واحد منهما بلونين ويجمع الأخضر بالأزرق والأصفر بالأحمر، كما يمكن اللعب بلون واحد لكل لاعب واستخدام اللونين الآخرين حراسا رهن إشارة المتنافسين. تعرف لعبة البارتشي اختلافا جزئيا في القوانين المؤطرة لها بين منطقة وأخرى، حيث في الوقت الذي ينتظر أهل بدوان الحصول على رقم خمسة في رمية النرد لإخراج أول كرسي من الديار قصد انطلاق مشوار البحث عن الوصول إلى النهاية، يبدأ أهل طنجة اللعب بكرس خارج الديار، فيما يخرج أهل مناطق أخرى عبر العالم كرسين اثنين عند الوصول على خمسة لأول مرة.
ويستطيع اللاعب أن يحرك الكرسي الذي أراده بعدد خانات متطابق مع العدد الذي حصل عليه بعد رمي النرد على الرقعة، وتعاد الرمية إذا خرج من النرد من الرقعة بحيث لا تحتسب الرمية الأولى. أما الحصول على الرقم 6 فيمكن اللاعب من إعادة اللعب في حدود 3 مرات إذا تكرر الحصول على نفس الرقم، غير أن الحصول على 6 للمرة الثالثة يوجب إعادة آخر كرس ثم تحريكه إلى الدار أي إلى نقطة البداية باستثناء تواجد الكرس في إحدى الخانات المؤمنة. في حالة تزامن الحصول على الرقم 6 والأكراس الأربعة كلها خارج الدار أي أنها متواجدة في المدمار، فيحق للاعب أن يتقدم ب12 خطوة عوض 6، وفي بعض المناطق يتقدم ب7 كما يمكنه التقدم ب6 خانات فقط في حالة تعذر تحريك أي كرس بأكثر من ذلك، ويسميها أهل تطوان ب6 صغيرة فيما تسمى 12 ب6 كبيرة، ويعتبر الحصول على الرقم 6 ملزما لفتح السدود في حالة وجودها لدى صاحب الدور، سواء كانت سدودا خالصة من نور واحد أو مشترك مع لاعب آخر، كما أن اللعب بكرس آخر مع ترك السد مغلقا رغم الحصول على 6 يلزم إرجاع الكرسي الذي تم تحريكه إلى نقطة الصفر حتى وإن كانت اللعبة الأخرى تتطلب قتل كرسي منافس. ويعد الرقم 5 ملزما لإخراج كرسي من الدار إلا في حالة وجود كرسيين اثنين لصاحب الدار في خانة الخروج أو في حالة خروج الأكراس الأربعة كاملة، وهو ما يمكنه التقدم ب5 خانات في الكرسي الذي يريده حسب ما هو متاح، علما أن الحصول على الرقم 5 في حالة تواجد كرس في الدار ووجود إحدى الأكراس المنافسة في خانة الدار فيعني تلقائيا قتل الكرسي المنافس أو كرسين إن تواجدتا في خانة الدار. أما إلحاق لاعب بآخر في نفس الخانة من الخانات غير المؤمنة فيدعى قتل أو التهام، وذلك عبر إرجاع الكرسي الملتحق به إلى الصفر وتمكين القاتل أو الملتهم من التقدم 20 خطوة إلى الأمام باستثناء تواجد الكرسي المطارد في إحدى الخانات المؤمنة. وفي متعة وشجار لعبة البارتشي تعد واحدة من أكثر الألعاب الشعبية متعة واستخداما للحسابات والخطط المبنية على الحظ، حيث يضطر اللاعب أن يحسب كل خطوة يخطوها ويستحضر الحسابات الممكنة للاعبين الملاحقين له لتفادي أي عودة لنقطة البداية والتأخر في الوصول إلى النهاية. في مقهى الطيارة على اللعبة بلهجة ساخرة، هذه الرقعة هي مسكن إبليس في إشارة منه تحول اللعب إلى شجار أو مشادات بسبب الإفراط في الحماس أو المبالغة في الاستفزاز من طرف لاعب إلى آخر. وإلى هذه اللحظات الأخيرة مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على حسن المشاهدة وطاب المتابعة، دعمونا بالإعجاب وبأحسن تعليق تشجيعا لنا لنستمر بنشر وتقديم المزيد بحوله تعالى.